في مدينة حرمت من الربيع عادت لتلون حياة سكانها بألوان الطيف لتزيح ظلام الغراب بالسود عن رأسها وتشرق الشمس من جديد. بنضال النسوة تحررت مدينة الرقة السورية من إرهاب داعش، وها هن اليوم يناشن تراثهن الرقي الذي كاد أن يندثر. منة الله طعمة هي إحدى هذه الفتيات التي لم يحرمها عودها الطري أن تضع يدها مع أيديهن لإعادة تذكير العالم بتراثهن العريق. اخترت هاي الأغاني الشعبية لأنه هذا تراث بلدنا وأنا حبيت أني أتدرب عليه وأرجع أحيي، وهاي الموهبة عند أبوي يعني، فحبيت أني أخذها وأطورها من أبوي وأتعلمها. في اقتراب الثامن من آذار يتأهبنا لقدوم يوم المرأة العالمي ليزهرن في ربيع جديد يرفعن صوتهن بأهازيج وخطوات فولكلورية. عم نتدرب على الدبكات الشعبية أو الأغاني على الأغاني التراثية استعدادا للربيع لعيد المرأة العالمي. نتدرب على دبكاتنا الشعبية فرحا بعيد المرأة وبالربيع القادم. نشأت وترعرعت هذه الطفلة على صدى صوت أبيها الذي زرع في قلبها هذه الأنغام التراثية كزهرة ترويها بجهودها لتثمر فتاة حالمة طموحة لإكمال مسيرتها التعليمية للوصول إلى حلمها. بلشت غناء من صغيرة وكان مشجع لأغاني والدي، أحب اللون الشعبي من صغيرة، فالأكثر شيء أتقنه بالغناء وأحبه يعني اللون هذا التراث القديم. وحاليا صف ثامن أدرس صف ثامن، طموحي أني أكون محامية بالمستقبل. وفي سياق متصل أن مدينة الرقة تحررت من داعش الإرهابي على أيدي النسوة الرقويات اللواتي وقفن صفا متراصا دون كلل ليتابعن تعبيد الطريق للشابات الناشئات.